هل فعلا في مدينة بنوها الجن وأي واحد يحاول يدخلها وليش الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم سلطان حبادي، واليوم حنتكلم عن القصة 35 من سلسلة البداية والنهاية. ترى يا جماعة خير، ترى عدينا أنبياء مرة كثير، اللهم لك الحمد، عدينا تاريخ كثير، عدينا شوط مرة طويل ما شاء الله تبارك الله. صح اني قطعت فترة وكنا مدينا نكون افضل مما كان عليه، ولكن نحن الان خلاص نتقبل الواقع. هو ذا الواقع اللي جرفني، او الحياه اللي جرفتني في المكان اللي انا فيه الان. نحاول نتعايش في الوضع اللي احنا فيه الان ونستمر، صح ولا لا؟ هذا اهم شيء الاستمراريه. عموما اللي ما يعرف سلسله البدايه والنهايه، هي سلسله تاريخيه دينيه. البدايه لما كان الله سبحانه وتعالى كان لوحده، ليه حنكمل مع الانبياء والدول الامويه والعباسيه ليه ما نوصل للدوله السعوديه اللي احنا فيها الان؟ اربط الحزام يا وحش وننطلق باذن الله الرحمن الرحيم. نعم، بس قبل ما نخش في القصه لازم اسالك، كيف حالك؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال حياتك؟ كيف حالك مع بدايه سنه 23؟ كيف؟ حكيني عنك، قل لي اي شيء، قل لي في الكومنتس، قل لي حكيني انت كيف قلبك الان. الحمد لله احسن ان شاء الله، قاعد تستمر في التحسن في حياتك، قاعد تنجز، قاعد تشوف انه مثلا خالد ولا سلطان ولا محمد اللي هو انت شخص هذا او ربا او اللي مين انت دي الشخص اللي قدامي، قاعد يشوف انه والله هو الشخص اللي كان يطمح له الان قاعد يمشي بنفس الوتيره او بنفس الطريق اللي ان شاء الله حيوصل للشخص اللي يطمح له. ان شاء الله كثير، بس ان شاء الله لك مره كويس، او ان شاء الله لك مره كويس، ان شاء الله كلكم كويسين وانا كويس، ما عليكم، الامور كلها كويس. طبعا الحلقه هذه حتكون طويله لانه جمعت الحلقتين اللي فاتوا عشان تكون حلقه مره طويله شامله كامله لقصه سليمان عليه السلام. اللي شاف الحلقتين تقدر تقدم لين ما الدقيقه هذه، او صراحه ما ادري، ان شاء الله تكون هذه نفسها بالضبط، او اذا ما قد شفت اي حلقه من اللي فاتوا انبسطي وحش. فبسم الله الرحمن الرحيم، لازم انوه انه هذا المحتوى يحتوي على الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فبعد وفاة داود عليه السلام ورث منه ابنه سليمان عليه السلام، فورث منه الملك والنبوة والحكمة، أما المال ما ورث منه لأنه أموال الأنبياء توزع على الفقراء والمساكين. فتولى وقتها الملك نبي الله سليمان عليه السلام برغبة ورضا من بني إسرائيل لأنهم شافوا فيه الحكمة والصدق والقوة، فحبوه زي ما حبوا أبوه عليه السلام. بمجرد ما وصل نبي الله سليمان الحكم، أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات عظيمة زي فهمه لكلام الطير ويسمع النمل ويتكلم معاهم، وسخر له الريح تشيل الجيش العظيم المكون من الجن والإنس والطير وكل المخلوقات كل شيء. وسخر كمان له شياطين زي ما قلنا ويتحكم فيها زي ما يبغى، وطبعا جيش ويبنوا له المساكن والقصور ويحفروا له الآبار ويخرجوا له الكنوز. ملك عظيم ما قد أحد ملك زيه في الحياة هذه، لدرجة أنه صار أعظم ملك لأعظم مملكة في التاريخ. وفي يوم من الأيام لما النبي الله سليمان كان خارج، مر بعصفور قاعد يحوم وقاعد يدور حوالين عصفور، فقال نبي الله سليمان عليه السلام لأصحابه، عارفين العصفور ايش قاعد يقول للعصفور؟ فردوا عليه أصحاب نبي الله سليمان، ماذا يقول؟ فقال لهم العصفور قاعد يخطب العصفور ويقول لها زوجيني نفسك أسكنك أي غرف دمشق شئتي. وفي مرة ثانية خرج نبي الله سليمان ومعاه جيش الضخم المكون من الإنس والجن والطير وغيره، إلين وصلوا إلى وادي النمل. وادي نمل كذا، والجيش ما كان شايف النمل، طبعا النمل مرة صغير والجيش مستحيل يشوف النمل ذا. فسمع نبي الله سليمان كذا صوت غريب مصدره نملة قاعدة تنادي قومها وتحذرهم وتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقتها تبسم نبي الله سليمان عليه السلام وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وبعدها مشي نبي الله سليمان وجيشه على الوادي هذا عشان ما يحطموا النمل. وبرضه يقول لك في يوم من الأيام خرج نبي الله سليمان ومعاه الناس عشان يدعو الله سبحانه وتعالى إنه ينزل عليهم مطر. وهو في الطريق إلا في كذا نملة قائمة قاعد تدعي الله سبحانه وتعالى، قاعد تدعي عشان ينزل لهم مطر. فقال سليمان عليه السلام لأصحابه خلاص أرجعوا بيوتك. فأصحاب نبي الله سليمان قالوا له لما يا نبي الله سليمان؟ قال هذه النملة قال قد كفيتكم، خلاص تكفي هذه النملة، سيستجيب الله لهذه النملة وسيسقيكم الله المطر. فصب بعدها عليهم مطر من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الزمان لما كان نبي الله سليمان عليه السلام كالعادة يتفقد جنوده، لاحظ غياب جندي من الجنود اللي هو مين؟ الهدهد، طائر الهدهد. فقال للجيش كامل أين الهدهد؟ فين راح بدون إذني أنا؟ توعد نبي الله سليمان هذا الهدهد بنوع من العذاب أو حيعفو عنه إذا جاله بعذر أو بحجة. فكان الهدهد هذا غايب غيبة مو مرة طويلة، وبعد الغيبة هذه جاء من بعيد الهدهد وجاء قال يا نبي الله سليمان جئتك من سبأ بنبأ عظيم. إيش هذا الخبر العظيم يا هدهد؟ أبغاك تتخيل معايا إنك موجود في القصة، قصة سليمان عليه السلام. أنت وجيش سليمان عليه السلام كلكم موجودين في بيت المقدس، وجنبك
سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام زي عادته قاعد يتفقد الجيش ويشوف جيش ويشوف الطيور والريح ويشوف البشر ويشوف الجن. وهو يتفقد جيشه من الطير لقى الطيور كلها موجودة إلا الهدهد. طبعا سليمان عليه السلام يسأل فين الهدهد؟ كلكم تستغربوا، معقول الهدهد مشي كيف كيف كيف؟ لأنه كلكم عارفين حكم نبي الله سليمان العظيم، وما حد يعمل أي حاجة إلا بإذن سليمان عليه السلام. وانت جوتك قاعد تقول الله يعينك يا هدهد، الله يعينك. وفعلا فجأة تسمع نبي الله سليمان يقول هعذب هذا الهدهد عذاب شديد أو حقتله، وما هعمل له أي حاجة لو جاب لي عذر حقيقي عن غيبته هذا. وهنا قالوا أهل التأويل إنه هذا العذاب اللي كان بيعذب نبي الله سليمان للهدهد هو نتف ريش الهدهد. فجأة كلكم كده تطلوا الهدهد جاء، الهدهد جاء يا نبي الله سليمان، الهدهد جاء. فجأة يقرب الهدهد وقاعد يكلم نبي الله سليمان، وانت ما انت فاهم ايش قاعد يقول الهدهد ده. ويقرب لين ما يقرب ويروح عند نبي الله سليمان عليه السلام. وفجأة بدأوا الاثنين يتكلموا الهدهد ونبي الله سليمان عليه السلام بمعجزة. زي ما احنا عارفين نبي الله سليمان يعرف يتكلم مع الطيور. فتسمع نبي الله سليمان يقول الهدهد ليش غبت؟ والهدهد يرد ويتكلم بكلام بس يفهمه سليمان عليه السلام. يقول لقيت حاجة يا نبي الله سليمان ما تعرفها، جيتك من سبأ بخبر أنا متأكد منه 100%. فجاء نبي الله سليمان يرد يقول له ايش الخبر؟ ويجي يرد الهدهد. انت طبعا موضوع هذا كامل انت ما انت فاهم ايش اللي قاعد يصير. انت قاعد تسمع الهدهد يتكلم وسليمان عليه السلام يرد، ولا سليمان عليه السلام يتكلم والهدهد يرد، وانت ما انت فاهم. فيرد الهدهد نبي الله سليمان بعد ما قال له ايش 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 اللي عرفته وانا ما اعرفه. يقول لقيت امراه تحكم وتملك قوم، مو بس كذا يا نبي الله سليمان، عندها عرش ما عمري في حياتي لقيت زيه ولا عند اعظم ملوك الدنيا هذه. مع كل العظم اللي عندها لقيتها تسجد للشمس مع قومها. فانت كده من بعيد تقعد تطول في المحادثه هذه بين الهدهد ونبي الله سليمان، تطول في وجه نبي الله سليمان تلاقي كده تعابير وجهه تغيرت بعد ما رد عليه الهدهد بهذا الرد. وفجاه تلاقي نبي الله سليمان يرد على الهدهد ويقول طب خلينا نشوف هذا الموضوع ونتاكد منه. نبي الله سليمان قال نتاكد عشان يعرف يا الهدهد قاعد يبرر فعلته انه هو غاب وخايف من العذاب ومن القتل، ولا من جد هو صادق في قوله. فجاه تلاقي سليمان عليه السلام يعطي الهدهد ورقة كذا مكتوب عليها كلام، ويقول له خذ هذه الرسالة المكتوبة وروح لهم القوم دول اللي دوبك جاي من عندهم، وحط هذه الورقة عندهم وامشي لين مكان بعيد عن عيونهم، وبعدها راقب ردة فعلهم لما يقروا هذه الرسالة. وفعلا جاء الهدهد اخذ هذه الرسالة ومشي، واللي مفادها انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا علي واتوني مسلمين. اكثر من كذا اختصار ووضوح وقوة انا صراحة ما شفت. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفعلا مشي الهدهد ليه ما وصل إلى ملكة سبأ بلقيس، وحط الرسالة عندهم ومشي ليه ما بعد عنهم زي ما قالوا نبي الله سليمان. فجاءت شافت ملكة سبأ كذا الهدهد هو يحط الرسالة ويمشي، وجاء فضول إيش الرسالة هذه اللي فجأة هدهد جاب لها إياها. فالرسالة عندها أخذتها فكتها شافتها. ملكة سبأ تعرف وقد سمعت عن نبي الله سليمان عليه السلام وإنه هو من أعظم ملوك الدنيا، وهذا الملك العظيم جاء رسل لي رسالة. فحست كذا بمشاعر مختلطة، ما يعرف ايش تسوي. طلت يمين يسار شافت حاشيتها، نادتهم تعالوا يا حاشيتي، وقالت لهم زي ما انتم شايفين جاني كتاب كريم وهذا الكتاب من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وحكت لهم الموضوع وقالت لهم ايش رايكم ايش نسوي دحين. وهنا عملت بلقيس اعظم واحسن الاشياء اللي يعملوها الحكام او القادة، اللي هي الاستشارة. استشارت قومها، ما راحت قالت والله أنا أحسن واحدة فيكم وأنا ما حستشير ولا واحد فيكم وأنا هعمل اللي في راسي، لا استشارت قومها وحاشيتها إيش نعمل. فجوا الجماعة البلقيس وقالوا لها يا ملكة تبينا ندخل في حرب نحن لها، والشور شورك والقرار قرارك في الأخير. والهدهد يراقبهم من بعيد كذا، شاف الملكة قاعد تتكلم مع الحاشة والحاشة يردوها، والملكة تتكلم والحاشة يردوها، وبعدين الملكة قاعد تفكر وتقرأ الرسالة، تفكر وتطل وتفكر، وبعدها نطقت بعد ما طلت في القوم وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، لا من يعمل هذا الشيء. وهي في قلبها وفي بالها تحسب إن سليمان عليه السلام حيعمل نفس ما يعمل الملوك الباقين. بعدها قالت يا قوم عندي فكرة، خلينا نجرب نعملها، ما احنا خسراني شيء، خلينا نعمل له هدية ونشوف، ونحط في الهدية هذه مال وأشياء كده عظيمة ونعطي له إياها. قبلها هو شخص يحب الدنيا، ما قبلها هنعرف إنه هو نفس ومو بس نبي.
نبي وملك عادل. فخلينا نشوف. يلا نجهز الهدية. وفعلا جهزت الهدية ورسلتها مع جنودها، والهدية رايحة مع جنودها النبي الله سليمان. وانتوا قاعدين مع نبي الله سليمان، وانت قاعد تشوف الدنيا كيف ماشية والأمور كويسة وكل حاجة تمام، مستنين ايش ممكن القوم يردوا بعد ما رسلت الرسالة مع الهدهد. مجموعة ناس كده جايين من بعيد وجو والله مقربين، حيقربوا ووصلوا ومعاهم كلهم. فتسألوهم مين انتم؟ يقول لكم نحن الملكة بلقيس راسلين لسليمان هدية. فانت رحت اخذت الهدية هذه وودتها النبي الله سليمان. فانت قاعد قدام نبي الله سليمان، سليمان عليه السلام فك الهدية، شافش فيها وعصب نبي الله سليمان. هدية فلوس؟ انت قدامك نبي الله سليمان وتشوفه معصب ويقول تعطوني فلوس وانا اقول لكم تعالوا لي مسلمين؟ ما حقبل الهدية وما حقبل اي شيء الا اسلامكم، ولا والله حرسل لكم جنود ما حيكون لكم طاقة انكم تقاتلوهم. خذوا هذه الهدية ورجعوها لقومكم وقولوا لهم هذا الكلام اللي دوب قلت لكم. فاخذوا جنود بلقيس الهدية ورجع القوم. هم راجعين لقومهم ووصلوا رسالة نبي الله سليمان لبلقيس، فاستلمت بلقيس الرسالة فعرفت وقتها انه هو نبي، وانه مو اي شخص غير كذا الدنيا ويلا جيبوا لي اي شيء وخلاص. وفي الجهة الثانية اللي انت مع نبي الله سليمان فيها، لقيت نبي الله سليمان قاعد يجمع الجيش ويقول مين يجيب لي عرشها. ما قالها عبث نبي الله سليمان، لانه عارف انه بلقيس ذكية وانها حتيجي عند نبي الله سليمان بعد ما عرفت انه هو نبي. كيف ذكية يا سلطان وهي سجدت للشمس قبل شويتين؟ انا اقول لك ليش، لانه العقائد الباطلة والبطانة الفاسدة والبيئة الجاهلة حرفيا تذهب بصيرة القلب، فتقعد تعمل اشياء انت مو نفسك تعملها او انت قيمك ومبادئك ما تعملها. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال انها كانت من قوم كافرين. عموما كمل نبي الله سليمان وقال من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. من يجيب لي عرشها قبل ما يجوني مسلمين؟ لانه سمع انه بلقيس وقومها كلهم جايين وهم في طريقهم دحين. فجاء رد واحد من جنود سليمان عليه السلام اللي هو مارد من الجن وقال انا اجيب لك اياها قبل ما تخلص مجلسك او مقامك هذا. ومقام سليمان عليه السلام قيل انه هو من الشروق الين الزوال، يقعد يحل مشاكل الناس ويحل ضياهم ويعدل وغيره. وقيل هذا المارد من الجن على الأغلب هو كافر، ولكن بسبب قوة سليمان عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات الكثير، حتى العفاريت الكافرة كانت تخضع له غصبا عنهم بإذن الله. وبعد ما خلص المارد من الجن جاء رجل أتكلم، واحد عنده علم الكتاب، وجاء قال أنا أجيب لك هو قبل ما توصل لمد بصرك أو قبل ما ترمش عينك الرمش. وجات الأقوال على من هذا الرجل اللي عنده علم الكتاب. فقيل إنه هذا الرجل هو رجل مقرب من نبي الله سليمان، وإنه سأل الله سبحانه وتعالى باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، واللي قال هو ملك من الملائكة ربما جبريل عليه السلام، واللي قال هو أصلا جني مؤمن عكس العفريت اللي في البداية الكافر ذا، واللي قال إنه هو أساسا نبي الله سليمان بنفسه لأنه هو اللي عنده علم من الكتاب، وإنه تحدى جيشه عشان يظهر قوته وفضل الله عليه. وفعلا خلال لحظات كلهم شافوا عرش بلقيس قدامهم، وانت تشوف عرش بلقيس اللي في اليمن جاء هنا كيف كذا. فلما شافوا سليمان عليه السلام ما جاء قال واو كيف عملتها وقدر الكلام، لا 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 لا، اول حاجه عملها وسمعته انت يقولها قاعد يشكر الله سبحانه وتعالى على النعمه الكثيره اللي عنده، ولئن شكرتم لازيدنكم. وبعدها سمعته يقول للجيش والجنود غيروا معالم هذا العرش، زودوا فيه نقصوا فيه عشان نختبر ملكة سبأ بلقيس هل تهتدي أم لا، هل تتعرف عليه ولا ما حتتعرف عليه. بعد شوية والقوم قاعدين ينكروا لها عرشها وخلصوا التنكير هذا، لقيت كذا قوم عظيمين يعني جايين ومعهم امرأة، وصلت بلقيس وجنودها. فلما جات بلقيس ووصلت مع قومها طبعا جات طائعة مستسلمة، ووصلت عند سليمان العظيم. فجاه سليمان عليه السلام وقابلته، ومن الحديث اللي صار بينهم أشار سليمان عليه السلام على عرش العرش حق بلقيس اللي نكر له هو وغير له هو، وقال لها زي كذا عرشك؟ جت بلقيس طلت فيه وقالت كأنه هو. سكت بعد سليمان عليه السلام وقال كذا قدامك انت شايف الحديث اللي قاعد يصير بينهم، قال قدامك ادخل الصرح او القصر. خليني اقول لك قصر سليمان عليه السلام كيف شكله. هو عباره عن بناء عالي وارضيته من قزاز كي شفاف وتحته مويه، فما يبان القزاز الشفاف لدرجه انه تحسب لما تدعس عليه كانك داعس على مويه وحتتبلبل يعني. فلما سليمان عليه السلام دعا بلقيس انه تخش القصر، دخلت بلقيس ورات الصرح هذا، رات البلاط او القزاز هذا اللي تحت وتحته مويه، فكشفت عن ساقيها كذا، رفعت التنوره اللي لبستها ولا ايش اللبس اللي كان لبسته، رفعت كذا وكشفت عن ساقيها عشان بس تمر وتحسب انه لا تبلبل، لو لا تبلبل توبه. فجاء سليمان عليه السلام قال لها ما عليكي، وفهمها ايش هذا الموضوع، قال لها انه هذا قصري وهذا قزاز وتحته مويه. فتاملت بلقيس كل حاجه قاعد يصير حوالينها، كل شيء قاعد يصير حوالينها، وعظمه القصر وعظمه ملك سليمان وعظمه المملكه اللي هي فيها الان، ورات انه في ملك اعظم من مملكتها
وانه دين سليمان عليه السلام هو الدين فجأة وانت معاهم وتسمع حديث سليمان عليه السلام وبلقيس، فجأة تسمع بلقيس تقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويقال من المحتمل انه سليمان عليه السلام اتزوجها بعدها، ولكن كل هذا من الغيب ولم يذكر. بعد هذا الحدث انه لم تذكر حوادث نبي الله سليمان إلين ما جاءت حادث غريب. تخيل معايا ايش حيصير الان، انت مع سليمان عليه السلام وقاعدين كذا ومتعود انه دائما سليمان عليه السلام كثير العباد اواب، كثير الدعاء والعباده والجهاد في سبيل الله. في يوم كذا انتم قاعدين مع نبي الله سليمان كذا في وقت العشي، من يوم ما بدات الشمس تزول إلين ما غربت، وانتم كذا قاعدين فجاه تشوفوا شيء غريب، كلكم كذا تطلوا في بعض وتنفجروا، ايش هذه المخلوقات؟ ومعاهم احصنة مجنحة كمان، الصافنات الجياد عرضت على النبي الله سليمان عليه السلام. والصافنات الجياد هذه هي الخيول اللي كذا تكون لها وقفة كذا نوعا ما زي التكبر كذا، ويحبوها اهل الخير. قيل اللي جاكم مع 10,000 فرس ومنهم 20 مجنح، 20 مجنح عنده اجنحة. سمعت انه هذه الحيوانات اللي كذا او احصنة اللي عندها اجنحة اسمها بيجاسوس، بيكاسوس. صراحة عدل لي واحد من كومنتس اللي فات الله يعطيه العافيه، كنت حاسس باسمها يونيكورن، بس يونيكورن اكتشفت انه الاحصنه اللي عندها زي القرن وما عندها اجنحه، واللي عندها اجنحه ما ادري صراحه، بس البيكاسوس حكتب لكم كذا الاسم ما ادري والله صراحه. عموما لا تخرب القصه، بس هي هذه الاحصنه اللي عندها اجنحه. المهم فكلكم كذا تروحوا لها وتروحوا تحسسوها وبعدها تصيروا تستخدموها لحياتكم، احصنه حلوه. فتشوف سليمان عليه السلام صاير يروح ياخذها ويروح يستخدمها لحياته، يسافر فيها ويقاتل عليها ويتفقد مملكته بيها. فالخيول هذه حرفيا جميله جميله جميله، ويعني حسنها وعظيمه شيء ثاني. فانت تشوف في عيون سليمان عليه السلام الانبهار بحسن جمالها هذه الاحسنه والخيول هذه، لدرجه انكم كذا في يوم من الايام كلكم متجمعين مع بعض زي العاده، وكان باين في عيون نبي الله سليمان حبه للصافنات الجياد. فقاعدين كذا كلكم مع بعض ومع الخيول لين غابت الشمس، ومدام غابت الشمس ذهب عنكم وقت الصلاة، وقيل انه شغلتكم عن وردكم، ورد سليمان عليه السلام اللي ما يضيعه في حياته. فلما غابت الشمس ادركت الموضوع انه لا، فكذا كلكم تطلوا في بعض اللي كذا فاهم لا يا شيخ، فكذا كلكم متجمعين وقاعدين كذا بتعرف اللي لا. فجأة تسمع صوت سليمان عليه السلام يقول اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وفجأة تسمع ينادي الجنود يا جنود، فجأة كل الجنود من مشارق الارض لمغاربها، طيور حيوانات انس جن كله يجيك عند نبي الله سليمان ويقول سمعا وطاعة. ايش في يا نبي الله سليمان؟ اذبحوا هذه الخيول لله عز وجل ووزعوا لحمها للفقراء والمساكين. ففي علماء ردوا على هذا الجزء من القصة هذه وقالوا كيف سليمان عليه السلام يأمر خيول ما لها اي ذنب بذبحها، عشان نبي الله سليمان هو اللي ضيع صلاته او ضيع ورده، فالخيول ما لها ذنب في انه تنذبح، فما امر بذبحها وتركها كذا لله عز وجل. فهذا قول عن انه سليمان عليه السلام ايش عمل بالخيول. وجاك قول ثاني يقول لك لما انتم كلكم كذا كنتم موجودين مع نبي الله سليمان ما فاتتكم الصلاة ولا اي حاجة، بس بعد الصلاة كلكم لقيتوا الخيول، وفجأة لقيتوا نبي الله سليمان يقوم ويروح عند الخيول ويمسح العرق من عناقها تشريفا لها وتكريما لها لي الخيول، وبعدها تركها لله عز وجل لأنها تلهي. فمن الترك هذا عوض الله سبحانه وتعالى بالرياح اللي يعمل فيها اللي يبغى يعمل، لدرجة انه يحط خشبة كبيرة تكفي كل اللي عنده، كل اللي عنده اتكلم انه متاع وبشر وحيوانات وطيور وغيره. فتشيل الرياح هذه الخشبة الكبيرة ومن عليها، تروح تودي هذه الخشبة ومن عليها في اي محل يبغاه سليمان عليه السلام، لدرجة انه تخيلوا الفجر يكونوا في دمشق والظهر يكونوا في محل تاني، وكل هذا الشيء في يوم حتى ممكن اقل من يوم. فكل هذه من قدره الله سبحانه وتعالى، وانه جعل في الرياح السرعه هذه. مو بس كذا، جعل انه سليمان عليه السلام يقدر يتحكم بالرياح. يا اخي سبحان الله، والله لو نتامل شويتين حقيقي، انا بتكلم معاكم كذا من قبل، لو نتامل شويتين في قصه سليمان عليه السلام يا اخي نلاقي فيها اشياء مره كثير غريبه وعجيبه، وهذه حلاوتها. تعرفوا الاشياء اللي حتى ما تخش في العقل كذا، شخص يكلم نمله، شخص يفهم عصفور، شخص يفهم هدهد، شخص يتحكم بالرياح، شخص يتحكم بالجن، جن سواء كفار ولا مسلمين وغصبا عنهم يتحكموا له. يا اخي يا اخي والله سبحان الله، هذا كله عند شخص واحد، هذه معجزه حرفيا، معجزه لشخص عظيم جدا سبحان الله حرفيا. ففي قصه سليمان عليه السلام لو نشوف ونشوف التاريخ ونشوف الكتب او اي حاجه، قصته مليانه بالاشياء الغريبه والعجيبه زي ما قلت، سواء اللي موجوده في القران ولا في السنه ولا موجوده في الاسرائيليات ولا موجوده في الاثار ولا في التاويل ولا موجوده في اي مكان. سبحان الله، يعني معجزات سليمان عليه السلام وملك اللي دعا الله سبحانه وتعالى انه يرزقه اياه ويكون له لوحده ملك، ما ابغى يا الله احد يكون معايا فيه ابدا. وعلى الموضوع انه ينفرد لوحده، كان يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم
يصلي الفجر، فهو قاعد يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كذا تلخبط في القراءة، كذا يتلخبط في القراءة. خلص الصلاة سلم يمين وسلم يسار، جو الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيش حصل؟ الرسول ردع الصحابة جاني إبليس، فخنق الرسول صلى الله عليه وسلم إبليس لين ما نزل لعاب إبليس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد يصلي فجأة قاعد يقول أشياء ما عمره قالها في صلاة، وفجأة بسط يده كأنه بياخذ حاجة. فلما خلص الصلاة جو الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش كنت قاعد تقول يا رسول الله وشفناك بسط يدك؟ قال عدو الله إبليس جاب شهاب من النار عشان يحطه في وجهي. فلما إبليس حط الشهاب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أعوذ بالله منك 3 مرات، بعدها قلت ألعنك بلعنة الله التام. فما تأثر إبليس من القول هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. فبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسكه، فهو باسط يده أتذكر حال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نبي الله سليمان لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عشان كذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ، ولو صار إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه كان دحين حيكون مربوط في سارية في المدينة يلعب بيه الولدان الصغار. المهم نرجع لقصة سليمان عليه السلام. فزي ما نعرف إنه سليمان عليه السلام جدد المسجد الأقصى، فبعد ما جدد المسجد الأقصى دعا الله سبحانه وتعالى بثلاث أشياء حققوا الله سبحانه وتعالى شيئين. الأولى حكما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى، بمعنى الصواب في فصل الخصومات لو في 2 متضاربين يعرف كيف نبي الله سليمان يحكم بينهم. والشيء الثاني اللي طلبه نبي الله سليمان إنه يكون عنده ملك ما يكون لأحد من بعد. أما الشيء الثالث إنه أي أحد بيقصد المسجد الأقصى، إنه أي أحد يبغى يروح المسجد الأقصى عشان يصلي فيه يخرج ذنوبه كلها ويرجع كيوم ولدته أم. فإن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الله سبحانه وتعالى استجاب 2 وأرجو الله إنه يعطينا الثالثة، أي إنه الله سبحانه وتعالى يستجيب لسليمان عليه السلام إنه طلب المغفرة بعد ما الواحد يستقصد إنه يصلي في المسجد الأقصى. فزي ما قلنا إنه النبي سليمان عليه السلام هو اللي جدد المسجد الأقصى، بس اللي بنى المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت من سلسلة البداية والنهاية. فكذا تكون المساجد لين الحاجة اللي وصلنا لها الآن مسجدين. المسجد الحرام هو أول مسجد في الأرض واللي بنى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبعده ب40 سنة بنى يعقوب عليه السلام اللي هو المسجد الأقصى. وبين بناء المسجد الحرام وتجديد المسجد الأقصى 1000 سنة اللي هو سواه سليمان عليه السلام. فزي ما قلنا إن الله سبحانه وتعالى استجاب الدعوة الأولى لسليمان عليه السلام اللي هو الصواب في فصل الخصومات بين الناس. ومن القصص الحلوة في الموضوع هذا إنه أبو سليمان عليه السلام داود عليه السلام كان يستشيره في الأمور اللي زي كذا اللي هي أمور القضاء والحكم وغيرها، لدرجة إنه في يوم من الأيام كان في رجلين راحوا عند داود عليه السلام وراح يشتكوا لداود عليه السلام، فقال واحد الاثنين لنبي الله داود بعد ما أشرع الثاني، يعني الأول أشرع الثاني وقاعد يتكلم عن نبي الله داود، قاعد يقول غنمت هذا الرجل يا نبي الله داود خرجت ليلا وأفسدت زرعي. داود عليه السلام طلع الرجل الثاني اللي هو المؤشر عليه وقال له إيش رأيك بالكلام هذا اللي هو طالع من الرجل الأول. فتكلم الرجل الثاني اللي هو هناك المفروض قال يا نبي الله مثل ما سمعت، يعني كلامه صح. فهنا وقتها نبي الله داود سأل عن قيمة الزرع اللي هو خرب من الغنم هذا، فإذا بقيمة الزرع تساوي قيمة الغنم نفس المبلغ تقريبا. فجاء حكم نبي الله داود قال خلاص خذ الغنم وخلاص كأنك عوضت الزرع هذا. فهنا وقتها جاء سليمان عليه السلام وتدخل وقال لأبو داود عليه السلام تسمع لي يا أبوي أن أقول رأيي الخاص في موضوع الحكم هذا؟ فقال له داود عليه السلام نعم، يعني يا سليمان قول رأيك في الحكم. فجاء قال سليمان عليه السلام الحكم، قال صاحب المزرعة ياخذ غنمه ما دام انه بنفس القيمه، حلوين حلوين هذا اول حاجه، ويقعد يستفيد منها من لبنها ومن كل حاجه في الغنمه هذه لين ما صاحب الاغنام يصلح اللي افسدته الغنمه الزرع هذا. فبعد ما يصلح كل حاجه صاحب المزرعه اللي هو اخذ الغنمه هذه الاولى او الخدم الغنمه الوحيده هذه يردها لصاحب الاغنام. حكم داود عليه السلام بهذا الشيء، يعني بالشيء اللي دوبنا قلته انه صاحب المزرعه اللي تلفت منه هذا الزرعه ياخذ غنمه ويقعد يستفيد منها لين ما صاحب الاغنام هذا يصلح الزرعه هذه اللي خربت. فبعد ما يصلح الزرعه اللي خربت صاحب المزرعه يرجع له الغنمه وكذا يصير الوضع كله تمام. وفي مره كمان في يوم من الايام جات لداود عليه السلام امرأتين وكل واحدة منهم عندها رضيع، رضيع كذا كل واحدة منهم. فجأة جاء ذئب وأخذ ابن واحدة منهم أكل، فتنازلت بعدها المرأتين على الرضيع اللي باقي هذا، وكل واحدة صارت تقول هذا حقي وهذا حقي وهذا حقي وهذا حقي. فلما راح عند نبي الله داود صارت تقول الأولى للثاني هذا الطفل حقي وطفلك أنت أكلوا الذئب، والثانية تقول نفس الشيء لا هذا الطفل حقي وأنت حقك أكلوا الذئب، وزي كذا صايرين يتناقروا قدام نبي الله داود عليه السلام. فجاء سليمان عليه السلام وقال أبي أتسمح لي أنا بحكم بينهم؟ فقال داود عليه السلام نعم. فجاء سليمان عليه السلام قال جيبوا لي سكين وجيبوا لي الطفل وقص الطفل نصين وكل نص تاخذوا واحدة منكم. فسكتت الأولى وما قالت ولا حاجة، أما الثانية جاءت خافت على الرضيع وصارت تقول لا يا نبي الله سليمان لا يا نبي الله سليمان خلاص خليها تاخذ وخليها تاخذ. فعرف وقتها نبي الله سليمان إنه الطفل هو المرأة الثانية، لأنه فضلت إنه المرأة الأولى تاخذه على إنه يموت وينقص، وفعلا أعطاها نبي الله سليمان الطفل. فبعدها ذهبت وخلاص شافت حالها في الحياة. خاطري شيء خليني أقول لكم آية
وخليني نتأملها شوي. بالله من الشيطان الرجيم، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أتأملت الآية صح ولا ما تأملتها؟ إيش الجسد اللي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام؟ وإيش علاقته بخاتم سليمان عليه السلام؟ خليني أقول لك الأقوال اللي انقالت في هذه الآية وفي هذه القصة وفي هذه المعمعة اللي صارت بالضبط. قيل إنه القصة صحيحة في مسألة الجسد، إنه سليمان عليه السلام قال في يوم من الأيام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، بمعنى والله حجامع 100 زوجة أو 99 من زوجاتي. وتكملت كلام سليمان عليه السلام إنه كلهم حيولدوا لي وحيجيبوا لي فارس يجاهد في سبيل الله. فكذا قال سليمان عليه السلام إنه حجامع 99 ولا 100 زوجة من زوجاتي وكل واحدة حتولدي فارس حيجاهد في سبيل الله. انتهى الموضوع. فجاء قال له صاحبه، قيل صاحبه هنا يا هو الملك الموكل بالوحي اللي يعني يوحي لسليمان عليه السلام او واحد غيره. المهم قال له صاحبه قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. فنسي سليمان عليه السلام يقولها بلسانه، ولكن زي ما انتم عارفين سليمان عليه السلام اكيد مفوض قلبه وامره لله عز وجل، هو نبي ترى. فنسي سليمان عليه السلام يقول ان شاء الله بلسانه، فولدت واحده من زوجاته نص رجل، والجسد اللي القي على كرسي سليمان عليه السلام هو جسد النص رجل هذا. وهنا اقسم النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان عليه السلام لو ما نسي يقول إن شاء الله لرزقه الله سبحانه وتعالى بالفوارس كلهم، كلهم زي ما يبغى حيجي. فهذه قول أو الرواية الصحيحة من قصة الجسد اللي يلقى على كرسي سليمان عليه السلام. خلينا نروح القصة الثانية اللي هي غير صحيحة، أو القصة الإسرائيلية من القصص هذه. تقول لك إنه سليمان عليه السلام كان عنده خاتم سحري، والخاتم هذا منقوش عليه اسم الله الأعظم، وزي ما نحن نعرف إنه اسم الله الأعظم إذا دعيت به أجاب وإذا سألت الله به أعطى. فكان الخاتم منقوش عليه اسم الله الأعظم، وكانت قوة سليمان عليه السلام في هذا الخاتم، وإنه سليمان عليه السلام ما يقدر يسوي ولا حاجة إلا بالخاتم هذا. وزي ما أنتم عارفين قدرات سليمان عليه السلام إنه يتحكم بالجن ويكلمهم ويكلم النمل ويكلم الطيور وكل شيء، ويتحكم بالريح. فيقول لك كانت كل قدرات سليمان عليه السلام لما يحرك الخاتم، غير كذا سليمان عليه السلام ما عنده ولا شيء. ففي يوم من الايام كان سليمان عليه السلام بيدخل الحمام، بيدخل الخلاء اعزكم الله، فقام نزع الخاتم هذا وحطه عند زوجته جراده، وكانت هذه الزوجه احب النساء لسليمان عليه السلام. فجاءها شيطان وتمثل على صوره سليمان عليه السلام وقال لها اعطيني الخاتم، فاعطته يا زوجته. فلما خرج سليمان عليه السلام من الحمام قال لزوجته اعطيني الخاتم، فزوجته طلت زي كذا وقالت دوبي اعطيته لسليمان، فجاء سليمان عليه السلام قال انا سليمان، فزوجته جات قالت كذبت لست بسليمان. فهنا وقتها سليمان عليه السلام لم عرف انه الشيطان خدع زوجته. فهنا كمان وقتها الشيطان جا سيطر على كرسي سليمان عليه السلام، الشيطان المتشكل بشكل سليمان عليه السلام، وسيطر على القصر والعرش والكل، صار يخدم الشيطان هذا. فسخرت له الجن والريح وكل حاجة، وبعدها طرد سليمان عليه السلام وزوجته. الشيطان هذا المتشكل طرد سليمان عليه السلام وزوجته. ومرت الأيام والدنيا ماشية، ومرت الأيام حتى ثار الناس والمخلوقات على الشيطان هذا. ليش؟ قاعد يظلم الناس وسوء حكمته وحكمه، وحتى أفعاله وتصرفاته كذا كانت غريبة ومريبة يا أخي، لدرجة إنه الناس كذا طلوا فيه جماعة خير، وكل واحد قاعد يطل في الثاني، والحيوانات تطل في بعض، والجن يطل في بعض، والإنس يطل في بعض، يقولوا هذا سليمان اللي عرفناه ولا مو هو؟ الكل شك في أمره. ليش؟ لأنه سليمان عليه السلام عرف بالأخلاق العظيمة، وهنا كل واحد يبان بأثره أو بأخلاقه. إذا كان أثرك كويس مع الناس صدقني ما عمرك حتتنسى. المهم في كل الناس شكوا في شيطان هذا، وقالوا لا 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 هذا مو سليمان عليه السلام. إلى أن شاءت القدر ومر 40 يوم. 40 يوم هذه خلت الشيطان يفقد خاتم سليمان عليه السلام، ويفقده فين؟ في البحر. تعرفوا بعد إيش؟ بعد هربوا، وبعد ما انطرد من القصر، بعد ما الناس والمخلوقات هذا كلها شكت فيه، فمستحيل تخليه في مكان. هرب الشيطان وراح منه الخاتم وطاح في البحر. فوقتها سليمان عليه السلام كان يعمل إيش؟ صيد. فوقتها وكذا هو يصيد، فصاد سمكة كبيرة جوتها الخاتم، فوقتها يستعيد بعدها سلطته وحكمه. فلما رجع سليمان عليه السلام قيل إنه قال للجنود يا جنودي جيبوا لي الشيطان اللي تشكل علي. والشيطان هذا كان متمرد وعاصي طبعا. وفي يوم من الأيام كان الشيطان هذا المتشكل كان غاط في نوم ونايم في سابع نوم، فلقوا أتباع سليمان عليه السلام وكبلوه بالرصاص وجابوه لقصر سليمان عليه السلام. فطل فيه سليمان عليه السلام وجاء قال للجنود حطوه في التابوت، تابوت مصنوع من رخام، وبعدها ارموه في البحر عشان يكون عبرة لغيره. فهو هذا اللي صار لسليمان عليه السلام والشيطان اللي تشكل بشكل سليمان عليه السلام. وعلى حسب الروايات انه الخاتم عليه نجمة كده سداسية اللي هي ترمز لليهود، ويقول لك البعض انه ليش للآن نحن ما لقينا خاتم سليمان عليه السلام؟ لانه سليمان عليه السلام كان عنده رغبة انه يتميز عن غيره، يتميز بملكه
زي ما احنا عارفين. وفي الناس اللي قالوا اساسا الخاتم كله كلام فاضي وما في لا خاتم ولا غيره. فليش اساسا القصه كذا غريبه ومريبه يا عمي وشكلها مره غلط اصلا؟ لانه الشياطين ما تتشكل باشكال الانبياء، هذا اول حاجه من القصه ناخده، انه يا جماعه تخيل القصه هذه اكس. وكمان انه الخاتم قال لك هو اللي خلى سليمان عليه السلام عنده القدرات ما ادري ايش، ولا مكتوب عندنا في الاسلام ولا مكتوب في اي حاجه في الحياه. فالصحيح انه الله سبحانه وتعالى اعطى سليمان عليه السلام قدرات انه يقدر يتحكم بالجن والريح وكل الناس تطيع وكل المخلوقات تحت امره، خلاص. فهذا كله من الله سبحانه وتعالى مو عشان الخاتم. فهذه قصه الجسد اللي القي على كرسي سليمان عليه السلام. فبعدها ما صارت احداث كثيره صراحه الين ما حنوصل لنهايه سليمان عليه السلام. ولكن قبل ما ندخل في نهايه سليمان عليه السلام او موت سليمان عليه السلام، خليني اقول لكم قصه جاء فيها اسم سليمان عليه السلام، دخل فيها اسم سليمان عليه السلام، بحيث يكون اي شيء له علاقه بسليمان عليه السلام في هذه السلسله قلنا، وما يكون ضيعنا شيء يمين ويسار. وإذا ضيعنا شيء طبعا انتم ما حتقصروا في الكومنت. والقصة اللي حقولها دحين طبعا هي من حكايات ألف ليلة وليلة، حقيقي هو هذا مصدرها، وكثرة الأقاويل فيها، يعني مؤرخين كذبوها ومؤرخين صدقوها. فأنا بريء صراحة من هذه القصة، أنا مجرد ناقل من ناس عقلاء قالوها أو كتبوها أو صدقوها حتى كذبوها. المهم هذه القصة خلينا نقولها، تبوا تصدقوها صدقوها، لا تصدقوها لا تصدقوها، وفي الغالب لا تصدقوها. إنه في يوم من الأيام في العهد الأم تحديدا في فترة حكم عبد الملك بن مروان، فهذيك الفترة كان يكثر كذا كلام وإشاعات، يا جماعة خير في مدينة اسمها مدينة النحاس، هذا هو الكلام المنتشر في ذاك العهد، والمدينة فيها كنوز وثروات وما حد يقدر يدخلها، واللي بناها الجن بأمر مين؟ بأمر سليمان عليه السلام. وصلت هذه الإشاعة لمين؟ لعبد الملك بن مروان. فجاء جاله فضول عبد الملك بن مروان، ايش هذه المدينه وايش قصتها بالضبط؟ قرر يرسل رساله لشخص اسمه موسى بن نصير، يطلب منه يروح يستكشف هذه المدينه ويشوف شو وضعها، ومو بس كذا، يكتب كل حاجه يلاقيها هناك، كل حاجه تواجه موسى بن نصير يدونها. وطبعا زي ما انتم عارفين موسى بن نصير ترى هذا قائد عسكري قوي شجاع جدا، وكان في المغرب. فموسى بن نصير سمع كلام عبد الملك بن مروان وجهز الجيش وجاب ادلاء، ناس يدلوه على الطريق وعندهم خبره، فعلا جاهزين جاهزين جاهزين. مشي موسى بن نصير والجيش اللي معاه في طريق غير معبد كذا، طريق اول مره بحياته وما احد يمشي فيه. فمر 40 يوم من المشي، وفي اللي قال لك سنتين من المشي، لين ما وصلوا الارض كذا مليانة موية وعيون كثير وأشجار كثير، وبدأ يبان لهم كذا سور عظيم، سور عظيم. فقالوا بس هذه هي المدينة اللي ندور عليها، سور مدينة النحاس. فجزأ موسى بن نصير الجيش وأرسل 1000 نفر يدوروا حوالين اللي هو السور هذا، يدوروا على باب يدخلوا منه. فقعدوا 1000 نفر يدوروا على السور، يدوروا على السور، يدوروا على السور، 6 أيام ما لقوا أي باب. فكروا يا جماعة الخير طب كيف ندخل المدينة هذه، كيف ندخل المدينة هذه؟ جاء واحد من بعيد قال يا جماعة الخير إيش رأيكم نحفر من تحت وندخل من تحت ورا المدينة. قالوا نحفر نحفر، توكلنا على الله. وبدأوا يحفروا السور، يحفروا السور، يحفروا السور من تحت لين ما طلعت لهم العيون. يا جماعه كيف ندخل وفي مويه؟ ايش الهرجه؟ وكل واحد خلاص، كل واحد قاعد يتكلم لين ما عرف انه مستحيل ندخل من تحت. فقاعدين الجيش يتشاور وموسى بن نصير يتشاور، طب يا جماعه الخير ايش رايكم لو دخلناها من فوق؟ فقال موسى يلا بسم الله توكلنا توكلنا، دخلنا من فوق. وبدأوا يصنعوا سلم وهمدوه على السور، رموا كذا على السور، سندوه على السور يعني. فجاء موسى بن نصير صح صح للجيش وقال مين يطلع هذا السلم ونعطيه دية. طيب. فجاء رجل شجاع قال يا موسى انا اطلع وحطلع، واذا رجعت سالم اعطوني هذه الدية، واذا مت ارسلوها الاهل. فجاء الرجل بدا يصعد بدا يصعد، والناس متحمسه ورا، الناس متحمسه ايش حيشوف. يوم وصل لنهايه السور وطل في المدينه بدا يضحك ضحك سيري ويقعد يصفق كذا ويطيح داخل المدينه. وفجاه الجيش بدا يسمع اصوات، اصوات عاليه ومخيفه كذا، اصوات لين ما سكت. يوم مدت الأصوات بدأوا الناس ينادوا اسمه، ينادوا اسم الشخص الشجاع هذا اللي راح هناك، ولكن دون أي رد. فجاء كرر موسى بن نصير الطلب، مين يطلع فوق هذا السلم ونعطيه هذه المرة 1000 دينار. فجاء شخص قال أنا يا موسى. جاء موسى جاء قال له يا ابن الناس لا تسوي نفس اللي سواه اللي قبلك، تروح تطلع السور وتشوف تضحك وتصفق وتنط، لا لما نطلع قول لنا إيش اللي إيش فيه هناك، كلمنا قل لنا لا تخوفنا عليك. فجاء الآدمي قال تم تم يا موسى تم. فجاء الآدمي صعد صعد السلم، صعد السلم، فجأة وصل اللي فجأة يضحك يضحك قاعد. فالناس قاعدين عارفين انه حيسوي نفس اللي سواه اللي قبله، فقاعدين يتكلموه يا ابن الناس لا تنط يا ابن الناس لا تنط. سووا نفس اللي قبله ونفس الأصوات المخيفة تطلع مرة ثانية لين ما تهدوا. ف
فجاء موسى بن نصير جاء قال لي يا جماعة خير ما يصير نرجع المدينة عند عبد الملك مروان بدون أي أخبار عن هذه المدينة، ما يصير كذا. فجاء قال مرة ثالثة يا جماعة الخير من يطلع السور ونعطيه ديتين مو دية واحدة. فجاك رجل ثالث قال لك أنا، بس عشان ما يصير نفس اللي صار الاثنين اللي قبلي اربطوني بحبل من وسط ولو حاولت أنط شدوني. فالجيش والناس قالوا تم ما عليك يلا أطلع بسم الله توكلنا يلا توكلنا. وفعلا الآدم ربط على نفسه حبل وطلع السلم. طلع السلم يطلع 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 وينط الناس سحبوه اسحبوه 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 اسحبوه. واستمروا على السحب لين ما انقطع الرجال نصف جزء فخذ وساقه برا المدينة مع الجيش والجزء الثاني جوا المدينة. فخاف الجيش من المنظر هذا، في نفس الوقت كذا في أصوات مرعبة غريبة فجأة، والأصوات اللي طلعت قبل شوي كانت صوات أعلى وأقوى من الأصوات اللي فاتوا. فبعد محاولات يائسة فقدوا الأمل. الدنيا كلها زي كذا، إيش نسوي؟ فجأة موسى بن نصير جاء قال لك يا جماعة الخير خلاص ندوم اللي شفناه واللي اكتشفناه ونرجع لعبد الملك بن مروان نقول له والله هذا اللي صار، وكل ما نحاول ندخل المدينة ما احنا قادرين. فجأة جاك رجل اسمه عبد الصمد. كيف نرجع ونحن ما دخلنا؟ عبد الصمد هذا شخص إيمانه قوي، إيمانه قوي جدا، وقال أنا بصعد هذا السور الله يعينني وما أبغى لادية ولا أبغى من الأشياء اللي تعطوها الناس. فقالوا للجيش يا عبد الصمد لا يا عبد الصمد تراك أنت الوحيد اللي دليتنا على المحل هذا وأنت الوحيد اللي أظن يمديك ترجعنا، لا يا عبد الصمد لا ما إحنا ناقصين خسارة. جاء عبد الصمد قال يا جماعة الخير ما عليكم منظر عندي عندي. فعلا جاء عبد الصمد صعد السور صعد السور صعد ينط والناس بدأت تصرخ لا يا عبد الصمد لا يا عبد الصمد. ثبت عبد الصمد وجلس ثابت فترة طويلة ثم ينط فجأة طرف الجيش وصار ينادي ما عليكم ما عليك يا أمير صرف الله عني كيد الشيطان. الجيش سألوا إيش شفت عبد الصمد طيب إيش شايف أنت هنا؟ قال شفت 10 جواري جميلات ينادوني قاعدين فضحك ولقيت تحت بحر وقلت أنط عشان أوصل لهم لكن ثبت نفسي وذكرت الله وقريت قرآن فاختفت الجميلات هذول واختفى البحر واللي شفته شفت أصحابنا الميتين على الأرض. المهم فمشي عبد الصمد على السور بيدور باب فوق السور بيدور باب فوق السور فلقى باب والباب هذا بدون أي أكرة بس في لغز وإذا حل اللغز انفتح الباب. حل اللغز عبد الصمد انفتح الباب مدينة النحاس. طبعا الجيش كلهم دخلوا فرحانين الناس كلها مبسوطة خيرا دخلنا مدينة النحاس. فلما دخلوا لقوا سوق عظيم سوق كبير مقسم السوق هذا أقسام سوق حرير سوق عطارين وسوق ذهب. والمشكلة إيش المشكلة اللي بيعين فيه كلهم هياكل عظمية وهم ماشيين لقوا قاعة جميلة قاعة كبيرة وهذه القاعة كانت داخل قصر قصر كبير والقاعة الجميلة هذه الكبيرة اللي داخل القصر فيها سرير وفوقها جارية جميلة عليها ملامح يقول لك من أجمل والجارية هذه كانت مليانة حلي مليانة مجوهرات وذهب وغيره والجارية هذه قاعد طالع فيهم بصمت قاعد طالع في الجيش واللي دخلوا القاعة هذه قاعد طالع فيهم بصمت كذا طول فيهم. فجولة من دخلوا القاعة هذه سلام عليكم ما في أي رد من الجارية هذه. جو الجيش قالوا شو وضع هذه سلام عليكم ما ترد عليهم. فجاء واحد جاء قال يا جماعة خير كيف تبغوها ترد عليكم ميتة هذه تم جدك كيف ميتة دي يا جماعة انتم تطلوا زي الناس شوفوا ترعيونها زئبق ومرسوم عليها عين بس. وكان على يمين ويسار الجارية هذه حراس واحد معه عصاية والثاني معه سيف ومعاهم ألوان مكتوب عليها باختصار أيها الواصل إلى هذا المكان ودخل مدينتنا وسحر الله علي فيأخذ من كل الأموال عادي ولا يلمس أي شيء فوق جسدي لأنه لبس يغطي عورته. اليوم الجيش قاعدين يلملموا الذهب والفضة والمدري إيش والمجوهرات كل حاجة. فجاء واحد راح لموسى قال له يا موسى هذه ما هي داري عنه خلينا ناخذ الحلي اللي عندها وخلاص نشيل كل الليلة معانا بس كذا كمان ناخذ هذه ونروح عند امير المؤمنين نقرب منه. فجاء موسى قال للآدم ما قريت تحذيرها ما قريت اللوحة يا قال آدم يا عمي ميتة ميتة امير المؤمنين ميتة. راح الآدمي وغرط غرط عمره جاب ياخذ الحلي جل اللي معاه العصاية دج واللي معاه السيف وقطع عنق ورمي رأسه. فجاء صاح موسى وجمعوا الجيش وجمعوا ثروات وخرجوا من القصر. لما خرجوا لقوا بحيرة كيف فوق البحيرة رجل واقف. فجوا قالوا له مين انت؟ جاء قال انا رجل من الجن حبسني سليمان اختفى. فجوا الجيش قالوا ايش رايكم نشوف ايش فيها البحيرة هذه ندخلها ايش فيها. فعلا
غاصوا في البحيرة بيخرجوا الثروات إذا كان فيها ثروات من الداخل. فعلا لقوا ثروات، فبيخرجوا الثروات لقوا قطع كمان، لقوا قطع كذا من النحاس. فلما خرجوا الغواصين كذا فتحوا ثلاثة من القطع، كل ما يفتحوا قطعة يخرج جن يقول يا نبي الله سليمان التوبة التوبة لا أعود لا أعود. جوب رموا الباقي في البحيرة وقالوا يا جماعة خلاص نمشي من المدينة هذه المشبوهة، نمشي نمشي خلاص. فلما عفشهم كل واحد رجع لداره، وبالفعل راحوا لمين؟ لعبد الملك بن مروان واخبروا على اللي شافوه، واعطوا له الثروات هذه. فاخذ عبد الملك الثروات هذه واعطاها للشعب وحوائجهم، والجيش طلبوا لعبد الملك بن مروان انه ما عاد يرسل اي احد لهذه المدينه لانه فيها اذيه للمسلمين. ويقال يقول لك انه مدينه النحاس هي مدينه تطوان حاليا في المغرب. نرجع نقول هذه القصه من الف ليله وليله. وقبل ما ندخل في النهايه برضو لازم اقول لكم قصه لها علاقه بنبي الله سليمان عليه السلام، واللي هي قصه ايش؟ هاروت وماروت. خليني اقول لك القصه الاسرائيليه في جمله واحده، وغالبا هذه القصه غلط، انه في ملائكه نزلت الارض وعاصت الله وشربت الخمر وزنت في بنت اسمها زهره، والزهره هذه اتحولت وصارت كوكب الزهره. فعليا خلصت القصه الاسرائيليه. الان خليني ادخل لك في الروايه اللي قالوها العلماء اللي اختلفوا فيها، انه هاروت وماروت يا هم ملكين ولا هم رجلين. هي انه اليهود في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بابشع الاشياء، لدرجه انهم كانوا يسبوا جبريل وميكائيل وان هم السبب في انه السحر نزل في مدينه بابل. وهذا غلط لانه السحر اساسا انتشر في مدينه بابل من زمان عن طريق كاهن من بلاد الفرس، وانتشر مره يعني. فوقتها جاء نبي الله سليمان اللي ما اعطى زيه اي احد من العالم الله سبحانه وتعالى، يعني قدره نفس قدرات نبي الله سليمان عليه السلام. فجاء سليمان عليه السلام يحارب الشرك ويدعو للتوحيد، وكان عنده كاتب اي شيء يقوله سليمان عليه السلام يكتبه هذا الكاتب، والكاتب هذا اسمه آصف. وآصف هذا لما بيحفظ كلام سليمان عليه السلام ياخذه ويحطه تحت كرسي سليمان عليه السلام ويدفنه. وطبعا كلام سليمان عليه السلام كان كلام ديني وتشريعي، فاي شيطان كان بيحاول ياخذ كلام سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام لسه عايش ينحرق. ففي يوم من الايام كان سليمان عليه السلام في محرابه الخاص في بيت المقدس، فلما حس سليمان عليه السلام كذا باقتراب اجله راح اتجه يتعبد ويصلي في محرابه الخاص، وانتهت حياة سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصا. فالشياطين والجن والإنس ما حد كان عارف انه سليمان عليه السلام توفى، لانه ولا حد عارف ولا حد يعرف الغيب، فكلهم حسب انه سليمان عليه السلام اعتكف، لانه سليمان عليه السلام معروف بالشهور بالايام يعتكف سليمان عليه السلام ويتعبد ويصلي لله عز وجل. مرت الايام وسليمان عليه السلام سنه كامله على هذا الحال، وكلهم حس انه سليمان عليه السلام حي يعني متكئ بس. فاذا بدابه الارض تأكل عصا سليمان عليه السلام فتطيحها، فيطيح سليمان عليه السلام معاه، ليشيع خبر وينتشر خبر موت سليمان عليه السلام. فطبيعي الشياطين أطلقت الخبر وبعدها ينتشر في الأرض الفساد. فدخلت الشياطين تدور على كتاب سليمان عليه السلام، تدور عليه لما لقوه وفتحوه، وصاروا يكتبوا كلام بين الكلام الشرعي والديني، كلام شعوذة وسحر وكل شرك بالله عز وجل. وبعدها جت الشياطين تقول للناس شوفوا كلام سليمان نبيكم هذا كله سحر، ترى كان ساحر كذا كان يتحكم بالحيوانات والريح وغيرها بالسحر. وقتها الناس صدقت ان سليمان عليه السلام ساحر والعياذ بالله، والسحر اللي انزل على نبي الله سليمان عليه السلام كان من فعل مين؟ جبريل وميكائيل، يعني استغفر الله العظيم. فوقتها تبدل الايمان بالكفر، فهنا وقتها الله سبحانه وتعالى انزل هاروت وماروت عشان يعلموا الناس السحر، والناس تصير تفرق بين السحر وبين معجزات الأنبياء. فكانوا يعلمهم السحر ويقولوا لهم ترى هذه فتنة فلا تكفروا بالله، لأن النبي الله سليمان كان عنده معجزات ما كان عنده سحر. فالناس صارت تأخذ هذا السحر وتتعلم، وفي ناس كانت تطبقه بالطريقة الصح اللي كان يبغوها هاروت وماروت، وفي ناس صاروا يطبقوها بالطريقة الغلط بأنهم صاروا يفرقوا بين الأزواج، لأنه هذا أعظم هدف للسحر هو تفريق بين الأزواج وهدم المجتمعات. وبكذا مات واحد من أعظم ملوك الدنيا سليمان بن داود عليه السلام، فبكت عليه الجن والطير والإنس وكل المخلوقات اللي حبوه. فبعد فترة كان في نبي له علاقة بالأسود، والغريب إنه هذا النبي اندفن بعد ما اندفن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اندفن بعد ما مات خاتم الأنبياء والمرسلين. كيف هذا؟ وإيش كان يعمل هذا النبي؟ ولهذا حنعرفه في الحلقة الجاية من البداية للنهاية. ولا تنسوا اللايك والاشتراك والشير يا جماعة الخير.